بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا الخامس. شوطنا الخامس مخصص للإبكار. نذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط، كيف لحمدان بن فايز بن غفان بن حمد اليابري، والثاني مراكزنا، ثاني مراكزنا الشاهينية، المركز الثاني والثالث الشاهينية لعبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، والمركز الرابع، رابع مراكزنا منصورة لحمدان بن فايز بن غفان اليابري، والمركز الرابع، المركز الرابع الشاهينية لعبد الله بن مبارك بن محمد الكتبي. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. اذهب الى كيف يا حمدان، يا حمدان، شعار التوقيت الافضل، شعار التوقيت الافضل، حمدان بن فايز بن غفان بن حمد اليابري. الله، كيف منصورة، كيف منصورة، منصورة من تغير. يا سلام، وصلكم بن صاروخ، وصلكم بن صاروخ مع الشاهينية عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، بن صاروخ النعيمي. يا سلام، يا سلام، شوف الأسامي مزعلة واصلة. مبارك بن أحمد بن مبارك بن علي الكعبي، الكعبي. اللحظات الأخيرة، بن غفان، بن غفان ولا بن صاروخ، بن صاروخ مع اللحظات الأخيرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله لا ما شاء الله. الشاهينية عبد الله بن سالم بن مصبح بن صاروخ النعيمي، وتهانينا والناموس. المركز الثاني لحمدان بن فايز بن غفان، المركز الثالث لعبد الله بن سالم بن صاروخ، المركز الرابع، رابع مراكزنا لمبارك بن احمد بن مبارك بن علي الكعبي. التوقيت الزمني 2:15:38، جزء من الثانية، وتهانينا والناموس.